الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم.